حيوانات نزلت من الجنة على الأرض مذكورة في القرآن الكريم، وجميع المسلمين غافلون عنها. ولكن قبل مشاهدة الفيديو، ادعمونا بالإعجاب للاستمرار في هذه النوعية من الفيديوهات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تصلكم فيديوهاتنا أولا بأول. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أنه أنزل للإنسان في الأرض 8 أزواج من الحيوانات، وهي نعمة من الله رزقنا إياها ينتفع بها الإنسان خلال مسيرة حياته، وفيها غذاء هام لجسده. أما الأزواج 8 فتعني 4 أنواع من الحيوانات، وكل نوع ذكر وأنثى، فيصبح جميعا 8. الله تعالى لم يبين لنا هذه الحيوانات المنزلة للإنسان من السماء، ولكن أعطانا الخالق مفتاحا في كتابه العزيز لفك هذا اللغز ومعرفة ما هي الحيوانات التي نزلت من السماء في الأرض. حتما السر موجود في كتابه المحكم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وما علينا إلا أن نغوص أكثر في بحر القرآن الكريم لنستخرج منه اللؤلؤ والمرجان لفك شفرة اللغز. نحتاج دوما إلى المفتاح، وسنبحث عنه بشكل أعمق حتى نصل إلى المعجزة الكبيرة التي أوصلنا إليها القرآن الكريم. سنعرض لكم الآن أن الآية التي ذكر الله فيها أن هناك أنعام نزلت من السماء في سورة الرمز، الآية رقم 6. ولكن عندما بحثنا أكثر في القرآن الكريم وجدنا حلا لهذه الآية، وقد وجدنا تفسير معنى 8 أزواج، حيث وجدنا في سورة الأنعام تفسير معنى 8 أزواج. والمعجزة أن الآية عرضت الحيوانات 8 بالكامل، حيث أن الآيات التي كانت عن أسماء الحيوانات في سورة الأنعام سنجدها في الآيتين رقم 143 و144، وهما نفس الكلمتان في سورة الرمز، الآية رقم 6. وبذلك نعثر على المفتاح لحل اللغز، وهي أسماء الحيوانات التي أنزلها الخالق من السماء للأرض كغذاء كامل للإنسان. إذن أسماء الحيوانات هي كالآتي: أولاً الضأن. الضأن هو الأغنام والخرفان. فالضأن هو مصطلح عام يجمع تحته كل ما كان له صوف من الغنم أو الخرفان. فالغنم والخراف هي حيوانات نزلت من الجنة كما ذكر في القرآن الكريم. ثانياً الماعز. يعتبر الماعز أحد أنواع الوعول، وهي من الحيوانات التي لها بنية قوية الجسم قادرة على العيش في العديد من المناطق المختلفة. فمن الممكن أن يجد الإنسان الماعز في الصحراء والسهول والمرتفعات الجبلية العالية، وكذلك في الواحات، كما أن جسم الماعز يمتاز بالرشاقة أيضاً، وذلك ساعده على التكيف والبقاء حياً. فالماعز هو حيوان نزل من الجنة أيضاً. ثالثاً الإبل. الجمل هو حيوان من فصيلة الإبليات، يشتهر بالكتلة الذهنية على ظهره، والتي تسمى السنام، ويسمى شعر الجمل بالوبر. ينقسم الجمل إلى نوعين: الجمل العربي، وله سنام واحد ويعيش في مناطق شمال أفريقيا والصحراء الكبرى والشرق الأوسط والصحراء الربع الخالي. الجمال ذات السنامين التي تعيش في منطقة آسيا الوسطى، وهي جميعا حيوانات نزلت من الجنة أيضا كما ذكر في القرآن الكريم. رابعا البقر. البقر هو حيوان قد وجد في الطبيعة سائبا بشكل وحشي منذ زمن بعيد، ومن بعد ذلك فقد استخدمت لأغراض كثيرة مثل جر العربة والمحرات وتدوير الطاحونة وإدارة السياقة، بل الاستفادة من جلدها ولحمها وحليبها. وهي حيوان في الأصل نزل من الجنة كما ذكر في القرآن الكريم. يوجد معجزة كبيرة أيضا في جميع هذه الحيوانات الأربعة بالتحديد، سنعرضها لكم الآن،
ولكن تأكد من أنك مشترك في القناة لكي يصلك كل جديد من قناتنا. المعجزة الكبيرة هي أن الهندسة الوراثية أثبتت بأن الشفرات الوراثية لهذه الحيوانات الأربعة مختلفة كلياً عن الشفرات الوراثية لباقي الحيوانات، وهذه معجزة تدل على أن الحيوانات نزلت من الجنة بالفعل، سبحان الخالق، وبأن بروتينات هذه الحيوانات الأربع وأحماضها ترمم وتكمل بروتينات وأحماض الإنسان، فإنها تكون غذاءً كاملاً للإنسان سبحان الله. إنها معجزة تدل على أن الإسلام هو الدين الصحيح، ولكن أنزل الله تعالى عدة أشياء أخرى من الجنة مع بدء نزول آدم عليه السلام إلى الأرض، وظلت حتى الآن، ولكن أغلب المسلمين لا يعلمون أنها من الجنة. أولاً الحجر الأسود. نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضاً من اللبن، واسودته خطايا بني آدم، كما أن الحجر والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورها، ولولا أن طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. ثانيا النيل والفرات. ورد في كثير من الأحاديث بشأن النيل والفرات، وصرحت في إثبات كون أصل النيل والفرات من الجنة. قال النووي في هذا الحديث: إن أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى، ثم يسيران حتى أن شاء الله ثم ينزلهما إلى الأرض، ثم يخرجان منها. وورد في حديث آخر عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فأما الظاهران فهما النيل والفرات، والباطنان فهما نهرين في الجنة. ثالثا مقام سيدنا إبراهيم، وهو الحجر الأثري الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة المشرفة. يقع مقام النبي إبراهيم عليه السلام في صحن الكعبة المشرفة، وهو ذو مظهر مذهل ياقوت من ياقوت الجنة، له العديد من الفصائل كما ورد ذكره في القرآن الكريم. رابعا التمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع ثمرات لم يصبه حسد ولا سحر. كما قال أن التمر من الجنة، كما ذكر النخل والرطب في القرآن الكريم، وذكرت النحلة ضمن أشجار الجنة. هذا والله أعلى وأعلم. إذا أتممت هذا الفيديو فصلي على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وفي الأخير لا تنسى دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. كل الحقوق محفوظة لدى قناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.